السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذة زينب منتصر، أخصائية للتنمية الذاتية والتحفيز الدراسي والإرشاد الأسري، وكذلك في تحليل الشخصية عن طريق الجرافولوجيا. سعيدة بأن ألقاكم في هذه الحلقات التكوينية التي سنحاول من خلالها الوقوف عند جملة من المواضيع ذات الأهمية البالغة. هي مواضيع حيوية نحتاجها يعني بشكل يومي، سواء في ما يتعلق بالبعد الشخصي أو البعد الوظيفي أو البعد الاجتماعي أو غيرها من المجالات والميادين التي تهم الإنسان المعاصر بشكل عام. موضوعنا لهذه الحلقة التكوينية سوف يتناول إضاءات حول المقابلات الوظيفية. كيف أكون متميزا وكيف أحظى يعني بمنصب شغل أو بوظيفة مرموقة؟ ما هي الأخطاء التي ينبغي أن أتجنبها؟ كذلك ما هي القواعد التي ينبغي أن ألتزم بها أثناء المقابلة؟ والأهم هو مرحلة ما قبل المقابلة، أي مرحلة الاستعداد النفسي والفكري والتي يغفلها الكثير من المترشحون. إذن طبعا قبل أن نتحدث في هذا الموضوع، أدعوكم أعزائي إلى المشاركة في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إذن عندما نتحدث عن المقابلات الوظيفية، طبعا أول سؤال يتبادر إلى الذهن هو كيف أستعد لهذه المقابلة؟ كيف أعمل على إنجاح هذه المقابلة؟ إذن الاستعداد يجب أن يطال أولا الجانب النفسي. طبعا الاستعداد النفسي يكون أولا باكتساب الثقة في النفس. إذن وسؤال الثقة في النفس هو سؤال ليس بسيط، لأنه الشخص اليوم هو ما هو إلا تراكم للطفل الأمس. يعني ما هي الأخطاء التربوية التي وقعنا فيها والتي جعلت أو جعلنا من خلالها الأطفال تنعدم لديهم الثقة في النفس؟ إذن الطفل الذي تنعدم لديه الثقة في النفس لن يكون شخصية قوية في المستقبل. إذن عندما نتحدث عن الثقة في النفس، هذا الأمر يدعونا أو يجرنا إلى تذكر العادات التربوية التي قد يقوم بها الوالدان في تربية أبنائهما، والتي تجعل يعني الشخص سواء خلال الطفولة أو في المراحل العمرية التي تليها تقل أو تنخفض لديه ثقة بالنفس. طبعا عندما يوجه الآباء للأسف بعض الخطابات السلبية أو المتشائمة إلى أبنائهم، كأن ينعتوهم بأنهم كسالى وأنهم لا يبذلون مجهودا، إذن الثقة في النفس لا كونفيونس اون سوا طبعا يعود أو يرجع انعدام الثقة في النفس أو اهتزاز الثقة في النفس إلى السلوكات التربوية الخاطئة التي يقوم بها الآباء. طبعا عندما نعطي للطفل خطابا سلبيا، ننعته بأنه فاشل، ننعته أنه كسول، أنه لا يقوم بمجهود وما إلى ذلك من النعوت والأوصاف الأخرى التي يستقبلها، هي عبارة عن إشارات فيما يسمى بعلم البرمجة اللغوية العصبية، هي إشارات سلبية للأسف يستقطبها العقل الباطن ويؤمن بها. طبعا عندما نعطي إشارة سلبية وطاقة سلبية إلى العقل الباطن، سوف يكون السلوك بالمقابل هو سلوك سلبي. أما إذا كان الخطاب إيجابي، فسوف نحصل على طفل مجيد، طفل مجتهد، طفل يبذل مجهودا في دراسته وما إلى ذلك. طبعا كما يقول خبراء التنمية الذاتية، فدماغنا يتوفر على مجموعة من الباحات، ونجد مثلا هناك أطفال قد يكونون بارعين في الرياضيات أو في الحساب، هناك أطفال بارعون مثلا في اللغة، هناك أطفال بارعون مثلا في الفن أو في الموسيقى. إذا لا يمكن أن نجد يعني أطفال بارعين في كل شيء. طبعا العبقرية، حتى حسب تعريف العلماء والأخصائيين للعبقرية، فإنها لا تعني التميز في جميع المجالات، هذا أمر
يكاد يكون مستحيل، ولكن قد نجد أطفال عبقريين في مجالات دون مجالات أخرى. مثلا العبقرية مثلا في اللغة أو ما يسمى بالذكاء اللغوي. إذا نحن هنا نتحدث عن مجموعة من الذكاءات، هناك الذكاء اللغوي، الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي. الشخص الذي يعرف كيف يكون شخصية متميزة، شخصية ساحرة في المجتمع، شخصية لها أثرها ولها وزنها ولها قيمة ولها عفوا قيمتها. هناك أشخاص يعني متميزون على وناجحون على المستوى الشخصي، هؤلاء يمتلكون ذكاء عاطفيا. هناك أشخاص بارعون في اللغة مثلا أو علماء اللغة أو غيرهم، هؤلاء لديهم ذكاء لغوي. وهكذا الطفل الذي يجيد المسرح، الطفل الذي يجيد الشعر، الطفل الذي يبرع في الموسيقى، فهذا ذكي ذكاء فنيا أو ذكاء لغويا أو غيرها من أنواع الذكاءات المتعددة. إذا نعود إلى موضوع الثقة في النفس. طبعا عندما نتحدث عن الثقة في النفس، نحن يجب أن نزرع أفكار إيجابية في عقول أطفالنا. يعني الشاب اليوم ورجل الغد هو طفل الأمس. إذا نحن نحصد ما نزرعه بكل بساطة، إذا زرعنا أفكار إيجابية لدى هذا الطفل فسوف يبدو مجهودا، وبالدعم المعنوي والدعم النفسي يستطيع أن يتقدم ويستطيع أن يكون في أجمل المراكز وأجمل أفضل المراتب والمستويات. إذا هذا عنصر مهم. أيضا تجنب الخجل. طبعا لا يمكن أن نقوم بعلاج الخجل بشكل آني، أقول الآن أنه يمكن أن أحصل على شخصية جريئة وغير خجولة، شخصية تتواصل بشكل جيد، لا تعاني من أي مشاكل. إذا صعب، ليست هناك وصفة سحرية لذلك. ولكن نعود أيضا للأسف إلى التنشئة الاجتماعية التي تحدثنا عنها في مراحل الطفولة المبكرة. طبعا مجتمعاتنا المحافظة للأسف تخلط بين الحياء والخجل. طبعا الحياء شيء والخجل شيء آخر. الخجل هو عدم القدرة على التواصل، هو الارتباك، الشعور بالارتباك والتوتر والخوف عند مواجهة الآخرين وخصوصا عند مواجهة الجمهور. طبعا نربطها بالمقابلة الوظيفية. المترشح الذي يشعر بالخجل والارتباك والتوتر لا يمكن له أن يكون شخصا مقنعا، لا يمكنه أن يكون مقنع بالنسبة للمشغل. إذا في هذه الحالة يعني النصائح البسيطة التي يمكن أن نقدمها بالنسبة للخجل هو العلاج العكسي إذا صح التعبير. يعني إذا كنت خجولا يجب أن تضع نفسك في مواقف تواصلية، أن تقوم بممارسة المسرح مثلا أمام الجمهور، أن تقوم بإلقاء الشعر مثلا أمام الجمهور، أن تضع نفسك في مواقف تواصلية ومواقف اجتماعية تحاول من خلالها أن تتحدث إلى الآخرين. كذلك التوازن النفسي هو مسألة مهمة جدا لتجنب مؤثرات الخجل ومؤثرات الخوف. عندما يبرع مثلا الشخص في مجال من المجالات، هذا يساعده على أن يكتسب الثقة في النفس وأن يتخطى حواجز الخجل وحواجز التوتر والخوف. المران والتدريب المستمران هو أمر مهم جدا. للأسف اليوم بفعل وسائل التواصل الاجتماعي أصبحنا نتواصل في العالم الأزرق أو العالم الافتراضي أكثر ما نتواصل في العالم الواقعي، وهذا أمر يعني يقتل الذكاء لدى الأطفال ويقتل الذكاء أيضا الاجتماعي والذكاء العاطفي لدى الشباب والكبار بشكل عام، إذا كانوا يقضون معظم أوقاتهم في هذه المواقع الافتراضية للأسف. إذا التواصل والاحتكاك بالآخرين والتحدث إليهم ومحاولة مناقشة مواضيع في مجالات مختلفة، هذا يكسب الشخص القدرة على التواصل، يكسبه ثقة في النفس أكثر، وكذلك يجعله يتحدث إلى الآخرين بسلاسة. ويمكن أن نقول أن معظم الأشخاص الناجحين هم أشخاص قادرون على التواصل مع أنفسهم، يعني مع ذواتهم وأيضا مع
الآخرين. وهنا تأتي مسألة فهم الذات والتصالح مع الذات، هي مسألة مهمة جدا أن نعرف مكامن النقص لدينا وأن نشتغل عليها ونعمل على إصلاحها. إذا دائما مع الاستعداد القبلي، ينصح الأخصائيون أيضا بممارسة الرياضة لأنها تساعدنا على التخلص من الطاقة السلبية وتجعلنا في تناغم وانسجام مع طاقة المكان وطاقة الطبيعة وطاقة الهواء، هذه الطاقات التي تؤثر إيجابا على عقل الإنسان. إذا علمنا طبعا أن الدماغ يستهلك قدرا كبيرا من الأكسجين، إذا أردت أن تكون مركز بشكل جيد في المقابلة الوظيفية فدماغك يحتاج إلى الأكسجين النقي الذي نحصل عليه طبعا عن طريق ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. ولو رياضة المشي أيضا تعتبر من الرياضات التي تقوم بتنشيط الذاكرة وتنشيط الدماغ كذلك. من الأمور أيضا التي ينصح بها كثيرا هي التغذية السليمة والتغذية الصحية، أمر مهم جدا. الدماغ طبعا الذي سينتج طاقة وسيستهلك طاقة هو يحتاج بالمقابل إلى تزويده بالطاقة التي نحصل عليها عن طريق التغذية الصحية، عن طريق الطعام الصحي ذو المصادر البيولوجية، تجنب الطعام المصنع يعني كالمعلبات، تجنب السكر الصناعي. نحن نستطيع أن نحصل على الطاقة انطلاقا من المواد التي تتوفر على سكريات طبيعية كالتمر مثلا، كالفواكه الجافة أو غيرها، أو الفواكه يعني بشكل عام، أو بعض الخضر التي تتوفر على معدلات من السكر الطبيعي أيضا. كذلك الدهون غير المهدرجة كزيت الزيتون مثلا أو زيت الأرغان أو غيرها من الزيوت الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة التي يحتاجها. من الأخطاء التي يقوم بها المترشحون هي القفز على وجبة الفطور، وهذا خطأ كبير لأنه قلنا أن الدماغ سوف يستهلك الطاقة، لذلك يفضل أن نحصل على هذه الوجبة خصوصا إذا كنا سوف نقوم بمجهود خلال اليوم. كذلك شرب كميات وافرة من الماء، الدماغ يحتاج إلى الماء يعني ليحصل على نشاطه، لكي تشتغل الخلايا العصبية بشكل جيد، كي يعني يكون الإنسان في أفضل عطائه وفي أفضل نشاطه. إذا كذلك القفز على وجبة الفطور يؤدي إلى هبوط مستوى السكر في الدم، وهكذا تحس أنك تشعر بالدوار وتحس أنه ليست لديك القدرة على الحديث وأنك تشعر بالتعب. إذا هذه نقطة مهمة. كذلك من النصائح التي يمكن أن نقولها يعني نقدمها للمترشحين قبل إجراء المقابلة من الناحية النفسية، أن نبتعد عن الأشخاص السلبيين. هؤلاء الأشخاص أعداء النجاح إذا صح التعبير، قد يكونون أشخاص فاشلين في حياتهم ويقدمون يعني نصائح سلبية للآخرين. يعني دائما يجب أن نلتقي بأشخاص يمتلكون طاقة إيجابية، متفائلون، متحمسون للحياة ولديهم طموح كبير. هؤلاء الأشخاص غالبا ما يكونون ناجحين. أيضا من ضمن النصائح التي يمكن أن تذكر في الاستعداد النفسي قبل إجراء المقابلة الوظيفية، لا ننسى أيضا القيام ببعض التمارين الذهنية التي تساعد الدماغ على التركيز وتساعد أيضا على دقة الملاحظة وعلى سرعة البديهة أثناء المقابلة، مثل ممارسة مثلا لعبة الشطرنج وغيرها. وهنا ينصح، النصيحة التي أقدمها هي الابتعاد عن الألعاب الإلكترونية لأنها تؤدي إلى قتل وتدمير الخلايا العصبية والخلايا الدماغية، وهذا طبعا يكون له تأثير على الذكاء الذي ينخفض شيئا فشيئا. بينما يعني المطالعة وبعض الألعاب يعني الذهنية تساعدنا على التركيز وعلى الانتباه، وتساعدنا كذلك على أن نرفع من مستوى الذكاء لدينا.
تحدثنا عن الاستعداد النفسي، إذا بالنسبة للجانب الفكري يمكن أن نذكر الاطلاع يعني على الجانب الذي سوف أجري فيه المقابلة الوظيفية، ما هي الجهة مثلا الجهة الوظيفية التي أريد أن ألتحق بها، الجهة المهنية، ما هي هذه المؤسسة، إلى أي قطاع هي تابعة مثلا، ما هي طبيعة هذا القطاع، ما هي هذه الوزارة. إذا هذه مجموعة من المعلومات التي نجدها طبعا متوافرة في الإنترنت، إذا كان لهذه الشركة مثلا موقع على الإنترنت. كذلك حتى الجهات الرسمية يجب أن نأخذ معلومات حول طبيعة اشتغالها، ما هي اختصاصاتها، ما هي استراتيجيتها في العمل، ما هي مكاتبها وفروعها، وما إلى ذلك من المعلومات. ثم يحبذ أيضا أن أخذ معلومات كذلك حول طبيعة المنصب، ما هي المهام التي سأقوم بها في هذا المنصب. إذا هذه أسئلة قد تطرح يوم المقابلة، وينصح أيضا بوضع لائحة للأسئلة المتوقعة مع الإجابات الصحيحة. طبعا الأسئلة سوف نتطرق إليها في الحلقة القادمة التي ستتناول يعني مرحلة أثناء المقابلة، ثم أن نضع لائحة أخرى للأسئلة التي نريد نحن كمترشحين طرحها على المشغل، وأخيرا أن نضع أيضا شبكة للتقييم يعني لا غريد إيفالواسيون، والهدف منها هو أن نعرف أن نقيم عطائنا أثناء المقابلة، يعني أن نعرف ما هي، أن نحكم على أنفسنا ما هي الأخطاء التي ارتكبناها، ما هي مواطن النقص لدينا، كيف كان أداؤنا أثناء المقابلة، هل كان أداء جيدا، هل قمنا بأخطاء معينة، وما إلى ذلك يعني من الأشياء. لأنه للأسف يعني ربما التربية التي تلقيناها تغفل هذا الجانب، يعني دائما ننتظر أن يتم تقييمنا من طرف الآخرين، أن يعطي الآخر دائما فكرة حول عطائنا وما إلى ذلك، في حين أنه مترشح يمكن أن يقف مع ذاته وقفة جادة كي يعرف ما هي الأخطاء التي ارتكبها، ما هي الأشياء التي يحتاج إلى تعديلها، ما هي مواطن النقص لديه ويجب أن يقوم بإصلاحها كي ينجح في مقابلة أخرى. إذن هذه النصائح كانت عن مرحلة ما قبل المقابلة، وأنتظر تعليقاتكم ومشاركاتكم كي نحاول أن نقدم يعني مادة جيدة ويستفيد الجميع طبعا. أتقبل آراءكم وانتقاداتكم بصدر الرحب، وأضرب لكم موعدا إن شاء الله مع حلقة تكوينية جديدة، دائما في نفس الموضوع، كيف أكون متميزا في المقابلات الوظيفية. إذا شكرا على متابعتكم وشكرا على دعمكم لهذه القناة.